السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه للفيديو اليوم ان شاء الله فغنشارك معكم طريقه خياطه هذه الشلابه مونطول اللي كتجي بهذا الشكل. اللي فات ليا شاركت معكم طريقه تفصيلها في الفيديو السابق، غنشارك معكم جميع التفاصيل وجميع الخطوات باش ان شاء الله تنجحوا في خياطه هذا المونطو. فتابعوا معايا الفيديو لطريقه خياطه هذا المونطو. فبسم الله وعلى بركة الله، فأول خطوة البنات غادي نخيطوا الجيوبة. هنا عندي جيب الشق اللي فات ليا شاركت معكم طريقة تفصيله. كنجيبو هنايا القطعة اللي عندنا فيها 25 سنتيم، يعني 19 سنتيم زائد 5 سنتيم. كنشدو البنات تما فين نزتنا ديك 5 سنتيم، كنطويو على جوج بهذا الشكل، كنطويو 3 سنتيم، كنطويو منها 3 سنتيم. يعني هنا دابا طوينا 3 سنتيم كما كتلاحظوا كتجي بهذا الشكل، باش تبقى لينا 2 سنتيم على برا على هكايا. انا دابا راه فيها 2 سنتيم، كنطويو ديك 3 سنتيم، وداك السنتيم 1 سنتيم كيكون داخل. صافي، بالنسبه هنايا ضروره البنات كنديروا هنايا غادي نعلموا بهاد البراوات كما كتلاحظوا في البلاصه فين كاين داك الرشمه، فين رشمت داك الجيب تاع بواس بوال ضروري كنديروا بلاصتو، كنديرو باش نخيطو حتى لهاد البلاصه، يعني البلاصه فين سالا لينا الخط، فين كاينه ديك الزاويه خاصنا نخيطو حتى لتما. نبداو هنايا ونجيو حتى لهنا ونجيو مع الخط نيشان. بالنسبه ليا انا جاتني شويه سهله لان التوب ديالي فيه الخطوط، غادي نمشي فقط مع الخط ديال الجيب. كنقاد مزيان هنا دابا راه فيه 2 سنتيم، كنخلي 2 سنتيم ديال الجيب الشق ديالي لانني درت في العرض ديالو 2 سنتيم. صافا البنات، وغنمشي هنايا نيشان مع داك الخط اللي كاين اللي كنت رسمت اللي كنت علمت، وغنمشي هنا حتى لديك البره اللي درت في ديك الزاويه. كنديروا هكايا البراوات باش ما نمشيوش بالخياطه، يعني ما نفوتوش ديك البلاصه بالخياطه لان ما كيبانش لينا كنكونوا حاطين عليه هذا الجيب. كنحيدوا ديك القطعه تاع الجيب بهذا الشكل، وكنديروا التبطين تاع الجيب من الجهه الاخرى، كنديروها بهذا الشكل كما كتلاحظوا. دائما البنات ضروري نشوفوا فين بدينا الخياطه في هاد الجهه غنبداو الخياطه في الجهه الاخرى، يعني ضروري نعلمو عاوتاني البلاصه فين كاين داك المستطيل، الراس تاع داك المستطيل كنعلمو هكايا بالبرا كنديرو فيه لي زيبانز، وكنديرو الجهه الاخرى هانتما كما كتلاحظوا. ضروري خاصنا نردو معاه البال. بالنسبه للبنات لهاد الجيب الشق، يعني هاد الجيب باسبول، فهو من اصعب الجيوب، يعني هو صعيب بزاف انك تنجحي في خياطته، ولكن مع الممارسه ان شاء الله فغادي تتعلمي، اولا يمكن لك تتعلمي في شي قطعه من القماش، يعني تتعلمي كيفاش تخيطيه. هذا كديري فوق التوب، ضروري المبتدئات يديروا فوق شي قماش، هذا يديروا في الجلابه ديالهم بهذا الشكل ولا في المونطو. هانتوما كما كتلاحظوا من بعد ما خيطنا دوك القطع كنحلوا لتحت باش ما نشدوش لتحت، كنقطعوا بالمقص. هنا كنقطع نيشان، ومن بعد دوك الزوايا كنقطعهم هكا بخط مثلث، يعني كنديروا مثلث هكايا ونقطعوا حتى لفين بدينا في الخياطه كما كتلاحظوا. هذاك المستطيل اللي عندنا ديال الخياطه غنقطعوا حتى لدوك حتى لهنا. انتما هنا غنقطعوا، درت فيه دوك المثلثات في الزوايا، وغنقلب الجيب ديالي. ضروري خاص تقطعوا حتى لديك البلاصه فين بدات الخياطه. هانتوما كنقلب الجيب ديالي لداخل، كنقلب داك ديك 2 سنتيم كنقلبو كامل، كنقلب بهذا الشكل. هنا البنات كما كتلاحظوا ما بغاش الجيب يتقلب ليا لانني ما قطعتش مزيان هاد البلاصه، ما وصلتش حتى للبلاصه فين كاينه الخياطه. هانتوما كما كتلاحظوا ضروري توصلوا، الا ما وصلتوش حتى لديك البلاصه راه ما كيتقلبش ليكم الجيب مزيان. صافا البنات كنقلبوه بهذا الشكل. بالنسبه ليا البنات انا اول مره كناخذ هذه التجربه انني ندير هذا الجيب الشق، ولقيت فيه شويه الصعوبه، يعني شويه جا شويه واعر في الخياطه ديالو، خصوصا انك صافي راك تقبلي هنايا البياسه، فخاص ضروري 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 يتقاد، يعني ما يمكنش مازال ما عندهاش شي حل الا انه يتقاد هذا الجيب. صافا البنات من بعد ما قديتو بهذا الشكل كما كتلاحظوا، هنا غادي نخيط ليه الجناب، غنخيط ليه الجناب من هنايا. انتما كما كتلاحظوا
غنخيط ليه هاد الجنب ونخيط ليه الجانب الاخر. كنخيطوه بهذه الطريقه كما كتلاحظوا، وغنخيط ليه الجانب الاخر باش نسد ليه في الجنب، لان الجنب ما مسدودينش ما خيطناهمش. صافي، من بعدها البنات غنقلبوا البياسه ديالنا وغنخيطوا هنايا الجيب من الداخل. غنخيطوا هاد التبطين مع داك الجيب ديالنا، غندوروا عليه الابره صافي باش نسدوا الجيب ديالنا من الداخل. من بعد ما سالينا من خياطه الجيوب، الان غادي نمر البنات لخياطه السلسله. كما كتلاحظوا هنايا كناخذ الطوفه الاماميه ديال الجهه اليسريه، هي اللي غنثبتوا فيها اول مره السلسله. اول حاجه السلسله كنعبروا ديك 5 سنتيم ديال السلسله، كما كتلاحظوا كنعبروا ديك 5 سنتيم تاع السلسله وكنتموا غادي معاها حتى الفوق. هنا البنات راه الجهه اليسريه. من بعدها غادي نحطوا طول الفتحه ديال الامام. بالنسبه هنايا راه غنخليو الفتحه في الامام، كناخذ 25 سنتيم. بالنسبه ليا راه فيها 17 سنتيم في الفتحه، ولكن زائد 8 سنتيم ديال العطفه هي 25 سنتيم. هنا فين غنبدا دابا نحط السلسله ديالي، وهاد الخطه البنات ديال 5 سنتيم راه كنتمو غادي معاه حتى الفوق. بالنسبه ليا البياسه ديالي مخطه، فغنمشي مع هاد الخط كما كتلاحظوا بحال داك الزيتي اللي غنبقى طالعه معاه. صافي، هنايا كنحطوا السلسله ديالنا بهذا الشكل كما كتلاحظوا. كنحطوا الوجه تاع السلسله على الوجه تاع الثوب. هنا دابا البنات راه الوجه تاع الثوب كنحطوا عليه الوجه تاع السلسله، وكنخيطوا بماكينه الخياطه من لتحت، من عند الافتتاح لتحت، وكنتموا غاديين حتى لدوره العنق. صافي، الان البنات غادي نقلبوا السلسله ديالنا كما كتلاحظوا، غنقلبوها بهذا الشكل. كنقلبوا داك الزائد للداخل، داك الثوب ديالنا للداخل، وكنقلبوها بهذا الشكل، وغندوزوا عليها عبر الصباط هنايا كما كتلاحظوا. دابا انا ندوزوا عبر الصباط على الوجه تاع الثوب، ونتمو غاديين معاه عاوتاني وحنا طالعين عبر الصباط باش يثبت لينا هذا الثوب هنا على الوجه تاع السلسله. صافي، كنتمو غاديين حتى الفوق. الان البنات ملي سالينا من خياطه السلسله على الجهه اليسريه تاع المونطو ديالنا، غنجيبو الجهه اليمنيه تاع المونطو ديالنا. بالنسبه للجهه اليمنيه فغنبداو هنايا من هنا من العنق. بالنسبه هنا البنات كما كتلاحظوا الدوره ديال العنق ديالي، طلعت فيها واحد شويه، تحابني غندير فيها الصدف. دابا غنحيد ليه هذا الزائد يكون نيشان، وغادي نخيطوه بهذا الشكل كما كتلاحظوا. راه غنحطوا عاوتاني الوجه تاع السلسله، غنحطوا على الوجه تاع الثوب. دائما الوجه تاع السلسله في المره الاولى كنحطوا على الوجه تاع الثوب، غير هنا البنات راه كنحطوا على الحاشيه، يعني كنحطوا على الحافه، كنحطوه السلسله ديالنا والثوب راه كيكونوا مع بعضياتهم، يعني ما كنخليوش ديك 5 سنتيم تاع السلسله، كنحطوا نيشان مع الثوب، السلسله مع الضفة اليمنية بهذا الشكل، وكنتمو هابطين حتى لتحت فين بدينا المره الاولى. انتما كما كتلاحظوا بقينا هابطين حتى لتحت. الان هذا هو من بعد ما سالينا الخياطه كيجي بهذا الشكل. الان غادي نقطعوا هذا الزائد ديالنا ديال السلسله. بالنسبه للسلسله البنات كتاخذوا متر و20 ولا متر و30 على حسب طول تاع البياسه ديالكم. كنحيد هذا الزائد اللي كيبقى ليا، ومن بعد كنبر ديك 5 سنتيم ديال السلسله، 5 سنتيم تاع السوستة او السلسله، كنبقاو هابطين مع ديك 5 سنتيم حتى لتحت حتى للشليل. وهانتوما دابا غنشدو غنقلبو السلسله ديالنا بهذا الشكل. هنا البنات راه الوجه تاع الثوب، هذا دابا راه الوجه تاع الثوب، كنقلبو عليه هذه السلسله. هانتوما صافي، من بعد ما كنقلبو على ديك 5 سنتيم، يعني عندنا 2 سنتيم الفوق و 2 سنتيم لتحت، كندوزو عليه ماكينه الخياطه على بعد سنتيم. كندوزو عليه ماكينه الخياطه بهذا الشكل كما كتلاحظوا باش نثبتو هاد 5 سنتيم اللي طوينا هكا على جوج. صافي، من بعدها غنقلب هاد السلسله، غادي نقلب هاد البلاصه بهاد الشكل. صافي، دابا كما كتلاحظوا راه صافي تبطنت لينا السلسله، صافي كتولي عندنا هذا وهي السلسله المدفونه او السلسله المبطنه، كتجي بهاد الشكل. من بعدها غادي ندوز عليها ماكينه الخياطه حتى لتحت، غنثبت هاد السلسله بهاد الشكل مع هاد التبطين، وغنتم غاده معاها حتى لتحت. صافي، كتمو غادين ملي كتوصلوا البنات لتحت فين بدينا السلسله في المره الاولى، راه كنتمو غادين في ديك الافتتاحه ديالنا حتى هي كندوزوا ليها هكايا الخياطه. ومن بعد هالبنات غنلاقيو الكتاف ديالنا ديال هاد جلابه مونطو.
كنلاقيو ليها بالنسبه لهذا البنات راه غامونطو لان ما عندوش القب، غادي نلاقيو هكايا الكتاف ومن بعدها غادي نخيطو لي مونش، يعني غنخيطو الاكمام. بالنسبه للاكمام البنات بالنسبه للمبتدئات وليا ايضا دائما كنستعين بهذه الطريقه، كنعلم الوسط تاع الكمام ديالي، كنحط الوسط على الوسط فين تلاقاو ليا الكمام، دائما وجه الثوب على الوجه تاع الثوب، يعني الوجه تاع الكمام كيكون على الوجه تاع الضفات ديالي، وكنتم غاده مع التركيز ديال الامام، وايضا كنتمعو ثاني من الوسط من الوسط البنات كنتمعو ثاني غاده مع التركيز ديال الخلف. من بعدها كنلاقيو هكايا الكمام ديالي كما كتلاحظوا، نلاقي الكمام كنلاقي الكمام من راس الكم، وكنتم هابطه مع راس الكم، ونلاقي ايضا تحت التركيز، ومن بعدها غنتم غاده حتى الجليل. الان غادي نمونطيو الكول اوفيسيه ديالنا، كما كتلاحظوا غادي نخيطوا لهاد البلاصه فين كاينه هاد الزاويه، يعني هاد القنات، هاد القنت فين عندنا هاد البلاصه دايره، كنلاقيوها ماكينه الخياطه وجه الثوب على الوجه تاع الثوب، وكنلاقيو ماكينه الخياطه بهذا الشكل، هاد البلاصه اللي داير بهذا الشكل كنلاقيوه، ومن بعدها غادي نكرانيه بالمقص بهذا الشكل، كنكرانيو ديك الدوره باش تخرج لنا مزيان، من بعد نقلبو الثوب ديالنا، من بعد ما كنقلبو هاد الكول ديالنا باش تقلب لينا مزيان، ومن بعدها كندوزو عليها عبر الصباط على هاد البلاصه فين خيطنا المره الاولى، كنقلبو وكندوزو عليه عبر الصباط، دائما كنساعدو الثوب ديالنا باش يتقد مزيان وندوزو عليه عبر الصباط، كما كتلاحظوا راه كنخرجو بصباعي كنخرج الثوب باش يتقاد، وصافي هذا هو الكول ديالنا. الان غادي نلصقوا الكول ديالنا مع الجلابه، كنديروا ليه الوسط ديالو، ماركيت ليه الوسط، ودابا الوسط ديال الكول كنلاقيوها البنات من الوسط تاع دوره الرقبه الخلفيه، راه ما بانش البنات حيت انا ماركيت ايضا النصف تاع الدوره الرقبه الخلفيه، من تما كنبدا الخياطه، وكنتم مع هابطه كما كتلاحظوا البنات، راه عندي الكول كنكون مطلعاه شويه شويه، كما كتلاحظوا راه شويه الكل طالع بواحد سنتيم، يعني ما كيكونش التوب ديال الكل مقاد مع التوب ديال الرقبه ديالنا، لا كيكون فايتو شويه. بالنسبه في الاول بديت من دوره الرقبه، الان غادي نبدا بديت من المنتصف الرقبه، الان غادي نبدا من هنايا البنات، كما كتلاحظوا غنبدا من بلاصه السلسله وغنتم غاده، وكما كتلاحظوا راه التوب ديالنا ديال الكول، هانتوما كما كتلاحظوا التوب ديال الكول كيكون خارج على التوب ديال الرقبه، هانتوما كما كتلاحظوا. الان غنحيد باش نمونطيو مزيان هاد البلاصه، غنحيدو هاد الزوائد، غنحيدو شويه في داك الزائد ديال الكول تاع الرقبه، وايضا ديال الكول ديالنا، يعني الكول اوفيسي داك التوب اللي كيكون لداخل، لانه هو على جوج، كنحيدو داك الدخلاني، كنقصو داك الدخلاني باش يبقى لينا داك البراني اللي يكون طويل، هانتوما كما كتلاحظوا داك البراني كنحيدو، اللي على برا كنحيدو، واللي على الداخل كنقصو باش ما يبقاش معبد لينا، خصوصا عندي التوب غليظ ديال البرد، فضروري كنحيد الدخلاني باش الفوقاني كنطويه هكايا على جوج كما كتلاحظوا، كندير ليه هاد الدنيا وغندوز عليه ماكينه الخياطه، هنا بلاصه السلسله كندخلوا هاد البلاصه فين كاينه السلسله بهاد الشكل وغندوز عليه ماكينه الخياطه، هانتوما كما كتلاحظوا كنقدوه مزيان وغادي ندوز عليه ماكينه الخياطه، من بعد ما نقاد هاد البلاصه مزيان، المهم كنبقى نتني تنيه صغيره وندوز عليه ماكينه الخياطه، ونبقى نخيط بنفس الطريقه، يعني نبقى نخيط تندور على الكول ديالي كامل، كنبقى ندخل داك الزائد ديال الرقبه وديال الكول، يعني داك الطرف تاع الكول ديالنا حيت هو على جوج، كندخل دوك الزوائد للداخل وكندور هنايا هاد التنيه، كندير التنيه لداخل وكنبقى غاده بماكينه الخياطه تندور على الكول ديالي كامل. صافا البنات كما كتلاحظوا راه كيجي مفيني مزيان، وما كتبقاش ديك الخياطه كتبان لك، دوك الزوائد ما كيبقاوش يبانو، يعني طريقه جد سهله وبسيطه. صافي من بعد ما كنخيطوا الكول اوفيسي ديالنا البنات بهذا الشكل، هانتوما كما كتلاحظوا كيجي بهذا الشكل، غادي نمروا
نخيطو لاستيك. لاستيك هنا كنقطع قد المعصم ديالي، كنعبر على المعصم ديالي وكنقطع لاستيك، ومن بعد كنسد لاستيك بماكينه الخياطه، هانتوما كنعبر على المعصم ديالي، ومن بعدها كنديرو هكايا فراس الكم، كنديرو فراس الكم على بعد 1 سنتيم تقريبا على راس الكم، يعني ما كنديروش على الحافه تاع راس الكم، لا كنخليو 1 سنتيم حيت باغا نديرو باغا ندير فيه الثنيه. خليت البلاصه فين يعني خليت الزائد باش ندير الثنيه، يولي عندي لاستيك لداخل، انتما دوزت عليه ماكينه الخياطه. ومن بعد غندير هكايا 1 سنتيم ونعاود نطوي المره الثانيه، وغندوز عليه عاوتاني ماكينه الخياطه، ونبقى ندور تندور على الكم ديالي. صافي البنات، هكذا كنكونوا سالينا من خياطه هذا المونطو. كيجي بهذا الشكل كما كتلاحظوا، بطريقه جد سهله وبسيطه، فشاركت معكم جميع المراحل وجميع الخطوات اللي خياطته. كيجي بهذا الشكل. وبالنسبه هنايا كما كتلاحظوا هنايا الكول اوفيسيال اللي صوبنا اللي خيطنا كيجي واقف، وهنا الكميمات ديالنا اللي درنا لهم لاستيك، وايضا السلسله مبطنه كتجي بهذا الشكل، يعني جد سهل وبسيط وكيجي انيق. بالنسبه لهاد المونطا البنات فدرتو لواحد السيده، يعني هذا كوموند اللي هنا كما كتلاحظوا هادو اللي كتشوفوا راه كوموند. وفات ليا شاركت معكم جميع المراحل لطريقه تفصيلهم وخياطتهم ايضا. وهذا هو الفيديو ديال اليوم البنات، نتمنى ان اعجابكم وتكونوا استفدتوا معايا ولو شيء بسيط، وشكرا على المشاهده والى اللقاء.